أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، أحييكم في حلقة جديدة من الموروث البحري الخليجي لموسمه 2018-2019 وبمسابقة صيد الأسماك التي دائما تحظى برعاية سامية ومكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وباهتمام ومتابعة حثيثة من سعادة الشيخ سالم النواف الأحمد الجابر الصباح رئيس اللجنة المنظمة البحرية. تابعونا بعد شوي راح يكون معنا ضيف حداق وناخذه من أهل أول، تابعونا راح نروحك فاصل ونرجع نتواصل معك. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام، حييكم مره ثانيه وضيفنا الناخذه الحداق عبد الله الخليفي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والكرامه. ودنا نتكلم هالمره في هذه الحلقه عن افضل المواسم لصيد الجنعد. ما شاء الله موسم الجنعد لا فتره كافيه لاي هاوي، يبدي من شهر 9 لشهر 4. طبعا انا اتكلم من باب التشخيط، بس طبعا في ناس تغوص يصيدون بمواسم معينه في اوقات معينه للغوص، في ناس لهم طرق صيد اللي هي بالشبك، الصيد التجاري لهم مواسم معينه، بس انا اتكلم عن التشخيط من شهر 9. طبعا يكون الجو شويه حار، يكون شويه يمكن متعب، أفضل أوقاتك هي من شهر 10 لأربعة تقريبا، نهاية البرد. نهاية البرد. شنو أنواع الخيوط اللي تشخطون فيها؟ أنواع الخيوط اللي حاليا نستخدمها هي حرير. نعم. طبعا يفضل نختار خيوط حرير مناسبة وذات جودة عالية، وما فيها مانع أن يكون الخيط ملون، أن كل 10 أمتار لون، عشان انا اعرف كم متر اعطيت الميرور او البورد، لان هي مساله حسابات، انا لازم اعرف كم متر انا معطي، كم البحر اللي انا امشي فيه، يعني كم العمق اللي تحتي انا، البورد اللي انا مركبه كم مقاسه، هي كلها مساله ارقام، بالنهايه راح اطلع فيها، راح اطلع بنتيجه وايد حلوه ومثمره. مثمره اكيد ما في شك. انتوا يعني ما شاء الله ماخذين البحر من اوله لاخره. شنو تحب تفضل؟ يعني شو تحب تفضل، الحداق الصيف الشتوي الجنوب شمال الكويت؟ والله للأمانة هي قبل تسكيرة الجون، قبل لا يصير المنع، كان بلا شك كان الحداق بالشمال أكيد أفضل، لأنها أماكن قريبة وفيها أمان أكثر من الجنوب. الجنوب شوية اللي صار هو لا سمح الله يصير البحر عالي والموج وشكل فيها خطورة، لكن إذا بالشمال أحسن، وثاني شيء سمكة الشمال مرغوبة أكثر عند كل بيت، اللي هي النويبي والشعم والسبيطي والمزيزي، منو ما يرغب هالسمك هذا؟ تبيها مرقة؟ تبيها مطبق؟ يعني على ما تشتهي. الله زين. أنا بودي أعرف، يعني ساعات يقول لك أنا ما أعطي أحد بلادي ولا اعطي احد احداثيتي. ايش رايك في هالموضوع؟ شنو يعني شنو حاب تقول توصل حق الشباب؟ والله للامانه انت سؤالك هذا صعب، يعني الواحد ترى اذا سال ما يقدر يكذب. ما في شك. ما يقدر يكذب، انت مو حلوه بحقك يعني. وبهالعمر عاد صعب. صعب انك تقول لا وانت هالموضوع، فواحد جاي انه يتحاشى. اوكي أكيد. او انه خلاص يرضى من الواقع ويعطي اللي طلب منه. اللي طلب منه. إيه؟ يعني ما تقدر تقول له مثلا روح المكان الفلاني. يمكن تصير بحاله معينه ان انا طالع مع شخص معين وهالشخص حرص علي، قال لي هالمكان خاص فيني، لا تعطي احد من فهم لا حقه، ان انا ما اتكلم، فيكون لي عذر انا ان انا ما اعطي المكان، اقول هالشخص كان انا شخص معين رايح معه ومحرص عليني ما اتكلم.
احنا راح نسولف اكثر واكثر حق مشاهدينا، ولكن مشاهدينا راح نروح هذا الفاصل ورجع التواصل معك. رجعنا معكم أعزائي المشاهدين وضيفنا عبد الله الخليفي من عشاق الكنعد ومن عشاق التشخير في البحر. عبد الله، لو نعرف المشاهدين شنو ألوان الكفاش والميارير، شنو أفضل ألوان؟ طبعا هذا السؤال الكل يختلف عليه. نعم. زين، الكل له وجهة نظر. أنا وجهة نظري أن مسألة الألوان مرتبطة ارتباط كلي بنقاوة الماء. يعني مثلا اليوم الماء بحر صافي، فالالوان اكيد لها لون معين وانعكاس معين. اذا كان البحر دلخ اكيد الالوان تنعكس بانعكاس مو المطلوب. فبالنهايه هي السمكه هي واحده، فما تغير لون القفشه، هو تغير بتغيير صفاوه الماء. الالوان المرغوبه طبعا من مكان لمكان تفرق، اكيد لان من مكان لمكان تفرق صفاوه الماء ونوع الارضيه ونوع الطين قصدي، واذا كانت الارض صخر فتفرق اكيد بنقاوه الماء هذه. لما انا اختار الوان الكفاش فانا اختارها من مبدا تجربه، ان انا اكون مجرب. يعني يوم انزل ثلاث الوان، ثلاث سنانير، كل سناره لها لون قفشه، شوف شو اللي يصيد اخلي اللي يصيد، اللي ما يصيد اغير لمن انا اشوف الوقت المناسب. طبعا اللي ساعدني انا هذا كله التوثيق، اني انا لازم اوثق ان انا صدت باليوم الفلاني بالوقت الفلاني على اللون هذا راح مع الوقت راح استفيد من الخبره هذه، بحيث اذا انا طلعت مره ثانيه بنفس الوقت هذا بنفس المايه والمد ولا الجزر ولا الحمل ولا الفساد، اعرف انا على شنو صرت. ودنا نعرف بعد هم المخاطر اللي تواجهونها في بالبحر، وتحديدا على موضوع التشخيط. يعني هل من مخاطر؟ سؤال وايد محله بصراحه. مخاطر التشخيط يعني انا اعتبرها جدا خطره اذا 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 الواحد ما كان حريص. اول شيء الطراد هو يكون ماشي، فاحتمال اذا الواحد ما انتبه على نفسه ولا شيء ممكن يطيح بالبحر والطراد يمشي، وصارت هذه صارت بناسنا طاحت بالبحر والطراد شخط، بس الحمد لله ما صار شيء. ثاني شيء السناره عليها خيط حرير جدا ضعيف، بس بنفس الوقت الخيط يعني خطر ان انا اتعامل معه، اني انا امسكها بايدي يمكن يعورني ولا يجرح يديني. صحيح. الكنعد اسمها خطره وضروسها يعني قويه، واذا القفشه الحديد لما تطقها تعور القفشه تعور الحديده. عموما احنا داهم من الوقت، الله يعطيك الصحه والعافيه وقواك الله، وشكرا على قبولك لدعوتنا، وان شاء الله نلتقي معاك في حلقه اخرى. لنا الشرف. الشرف لي، الله يحفظك، ما قصرت. وأيضا الشكر لكم موصول أعزائي المشاهدين، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من الموروث البحري الخليجي. فما الله.